السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كامل بكم تكونوا بصحة وسلامة. كما كتشوفوا معنا اليوم كنتواجدوا قدام هاد العمارة، مولات هاد لابارتمون عيطت لينا باش نجيو نشوفوا الدار ديالها ونصوروها ونحطوها للتباع بإذن الله. هاد لابارتمون جات حدا اوتيل شالا، يعني في سونتر فيل، قريبة المبروك، قريبة البلاصة، قريبة لريد مكسيك، قريبة المصلى، يعني قريبة من جميع المرافق العمومية ديال المدينة، يعني جات في السنتر، موقع رائع. هاد لابارتمون فيها 117 دمترو، جات في الايطاج السابع. نوريكم دابا الدروج د العمارة كيفاش عاملين. كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي، دروج واسعين وكبار تبارك الله، يعني ما غاديش تلقاو مشكلة مع الرحيل ديالكم ان شاء الله. ودابا نوريكم الداخل ديال العمارة ديالكم، هي هذه كما كتشوفوا مهلين فيها، يعني قايمين بجميع الواجبات، بالسانديك، بفام دو ميناج، يعني قايمين بجميع الواجبات. كنلقاو هنايا لاسانسور، لاسانسور هو هذا كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي، يعني السانديك كيقوم بالمانتونونس ديالو تقريبا كل شهر قد مولات الدار. كيف ما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي، لابارتمون ديالنا جات في الايطاج السابع، وهذا هو باب الدار كيف ما كتشوفوا معنا. كيف ما قلت لكم، هاد لابارتمون فيها 117 المترو، جات حدا اوتيل شالا، يعني حدا الروكسي، حدا مبروك. كيف ما كتشوفوا مع الدخله كنلقاو كونسولا، هي هذه الموطع ديالها، وكنلقاو عندنا مقعد والصاله. دابا غندخلو نشوفو الدار على بركة الله. كما كتشوفو معنا اخواني اخواتي، الدار راها مشمسة ومضوية تبارك الله، حيت فيها جوج طاقات، الطاقة الاولية، الطاقة الثانية حتى هي كبيرة. دابا نوريكم القبص اللي عاملة مولات الدار، هو هذا. كما كتشوفوا راها دار كبيره واسعه تبارك الله، ومقبصاها كامله. كما كتشوفوا هذا هو القبص الصاله، والصاله راها واسعه وكبيره تبارك الله. نوريكم لسوعيه الصاله، هي هذه كما كتشوفوا، فيها جوج طبالي كبارين، باب الميسيتات صغارين، سد الميسيتات راه واسعه وكبيره تبارك الله. نوريكم المرمو اللي عامله مولات الدار في الجناب ديال الصاله، هو هذا. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، هاد الصاله راه فيها تريا مع ربعة ديال لي زابليك، هما هادو. ودابا نشوفوا الاطلاله ديال الصاله حيتاش كتطلل. هذا هو المنظر اللي كطلع عليه الصاله ديالنا، كيف ما كتشوفوا قلت لكم راها كطلع على مبروك، راها جات قريبه لمبروك، قريبه للروكسي. انا غادي نوريكم هذا الشارع، هذا هو الشارع اللي كيدي للرون بوين ديال مبروك، يعني راه جميع المرافق قريبه لكم هنايا، حداكم المدارس، حداكم بلاصة، قريبة لكم سوق برا، قريبة لكم بولفار، يعني راه كل شيء قريب هنا، راه الدار جات في السنتر. كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي، الصالة راها واسعة وكبيرة تبارك الله، وجا قدامها المقعد الاولاني. هذا الدار فيها صالة السيجور الاولاني، السيجور الثاني، وجوج بيوت، وكوزينة، وطواليت الحمام، وعاد طواليت وسيرفيس. كما كتشوفوا وسط الدار هو هذا، مقبصة سيدة الدار كاملة.
قلب الصرائع تبارك الله. وكيف ما كتشوفوا معانا وسط الدار راها مضوية ومشمسة. نوريكم الموسوعية ديال السيجور كيفاش عاملة. هو هذا يعني دارها كبيرة وواسعة تبارك الله. دابا نوريكم الإطلالة ديال السيجور ديالنا علاش كيطلل. وهذا المنظر اللي كيطلع عليه السيجور. ما قلت لكم هاد لابارتمون فيها 117 المترو، جات حدا اوتيل شالا في الايطاج السابع. ودابا ندخلو نشوفو الكمالة ديال الدار ديالنا على بركة الله. كما قلت لكم هاد الدار فيها جوج تواليطات، تواليت سيرفيس هي هادي، فيها التواليت وفيها لافابو. نوريكم السقف ديالها كيفاش عامل، حتى هي مزلجة حتى السقف. وهذا هو السقف ديال التواليت ديالنا، فيها بلاكار لتحت. وهذه هي تواليت سيرفيس، هذه هي الصباغة اللي عاملة مولات الدار في الكولوار. ودابا نكملو الدار ديالنا، هي هذه كنلقاو هنايا كولوار طويل، هذا هو السقف ديال الكولوار ديالنا. كما كتشوفوا راها دار كبيرة وواسعة تبارك الله، يعني ديال العائلة الكبيرة. هنايا في هاد لابارتي من الدار كنلقاو الكوزينة، هي هادي، وكنلقاو السيجور الثاني وسط الدار هو هذا. وعاد كنلقاو بيت نعاس بتواليت، وعاد بيت صغير ديال العواول. دابا ندخلو نشوفو الكوزينة ديالنا على بركة الله. كما كتشوفو معنا اخواني اخواتي كوزينة كبيرة وواسعة تبارك الله، وكاملة مضوية ومشمسة. كما كتشوفو معنا اخواني اخواتي كوزينة هي هادي، فيها موطات صالة مونجي، موطات ثلاجة. هنايا كنلقاو لومبلاسمون ديال ماكينة القشوع، كنلقاو ماكينة ديال التصبين، بلاكار لتحت. راها كوزينة كبيرة وواسعة ما شاء الله. السقف ديال الكوزينة هو هذا كيفاش عامل، حتى هو مزلج حتى السقف. الإطلالة ديال الكوزينة ديالنا هي هادي. كما كتشوفوا معنا إخواني أخواتي كوزينة كيف ما قلت لكم راها واسعة وكبيرة تبارك الله. هذا راه كان بالكو مولات الدار دخلاته وعملت له الألومنيوم. هو هذا كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي باش كيعطي اضاءه مزيانه للكوزينه. وعملات موطه الطياب في الاخر دوك الكولوار باش ما تبقى لكم شريحه في الدار. وهنايا راه كنلقاو عندكم تيوب المجرى، يعني اذا بغيتوا تصبنوا الزرابي تصبنوا الماطات، يعني هنايا احسن ما تطلعوهم من السطاح ولا تصبنوا الزرابي هنايا احسن. كنلقاو هنا لون بلاسمون ديال السخان، ناستراسيون ديال السخان هو هذا. وهنا كنلقاو الطاقه، هاد الطاقه كبيره هي ديال بيت النعاس، يعني بيت النعاس عنده طاقه كبيره كطل لكم على وسط البالكو.
على وسط الكوزينة ديالكم. ودابا نكملو نشوفو الدار ديالنا كاملة تبارك الله كيفاش عاملة. كما كتشوفو الدار كاملة ضاوية ومشمسة تبارك الله. هنايا كنلقاو في السيجور تاني، الصباغة اللي عاملين في الحيط هي هادي. نوريكم السقوف ديال السيجور كيفاش عامل، حتى هو مقبض. حتى السيجور كنلقاو بيت نعاس والطواليت والحمام بالدوش ديالها. شوفوا بيت نعاس هو الاولاني، كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي بيت نعاس ديالنا هو هذا. كما قلت لكم راه ضاوي ومشمس تبارك الله وواسع. كما كتشوفوا عندكم الموطع ديال الكوكيتا، وعاد بيت نعاس وكوكيتا تانية، وعاد موطع دماريو راه كبير وواسع تبارك الله، يعني راه يجيكم هنايا بيت نعاس. نوريكم السقوف ديال البيت كيفاش عامل، هو هذا. نمشي لجهة اخرى باش نوريكم الوسوعية ديال البيت. كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي هاد البيت راه بالباركي في الارض، هاد البيت وبيت العواول هانتوما شوفوا راه ضاوي. ودابا نكملوا الدار ديالنا. كما قلت لكم حدا بيت النعاس كنلقاو التواليت والدوش هو هذا، حتى هو مزلج حتى للسقف. كنلقاو هنايا لافابو بالمرايه ديالو، وكنلقاو لداخل التواليت والبيدي والدوش في السده ديالو. القبص اللي عامله في الحمام هو هذا. نوريكم السقوف ديال الحمام كيفاش عامل. الحمام واسع وكبير. وهنا كنلقاو الدوش حتى هو عامله مولات الدار بالالومنيوم. وكنلقاو فوق الدوش سدة صغيرة هي هادي. وهنا كنلقاو الطاقة ديال الحمام. ودابا نخرجو نشوفو بيت العواول هو اللي بقى لينا، نخرجو نشوفوه دابا. هنا كنلقاو بيت العواول هو هذا كما كتشوفوا معنا اخواني اخواتي. نوريكم الوسوعية ديال البيت كيفاش عامله. كما كتشوفوا راه بيت واسع وكبير تبارك الله ومضوي، حتى هو مشمس. السقف ديال البيت هو هذا. وكنلقاو فيه بلاكارد الحيط، يعني محتاج تعملوا مريو هنايا، راه فيه مريو الحيط لاصق فيه وهذا بالسده ديالو. كما كتشوفوا اخواني اخواتي راه بيت مشمس ومضوي تبارك الله. وكيف ما شفتوا معنا خوتي خواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في الايطاج السابع. هاد العماره فيها الايطاج الثامن والتاسع، يعني ماشي منكم السطح. هاد لابارتمون جات في الايطاج السابع، فيها 117 المترو، جات حدا اوتيل شلا، يعني حدا مبروك، قريبه للبلاصه، قريبه للمدينه. مولاها كيطلب فيها 120 مليون. اذا شفتوها وعجباتكم وبغيتوا تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تطلبوا لنا في الرقم اسفل الفيديو واللي مكتبه ليه في الرزق هو اللي غيديها.
اذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتو نجيو نصورو الدار ديالكم ونحطوها تباع، مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بينا في الرقم اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير الخير. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وبارطاجي، والله يسهل عليكم كاملين تتعملوا الديور ديالكم يا ربي ان شاء الله. نهاركم مبروك.